السلام عليكم. الجينز، مفيش دولاب في العالم ما فيهوش جينز. مهما كان سنك او مركزك او ثقافتك، لازم هتلاقي عندك حاجه مصنوعه من الجينز. بنطلون بقى، قميص، فستان، شنطه، ايا كان. المهم انه خامه الجينز دي اصبحت خامه خالده دلوقتي، عمرها اكتر من 150 سنه، ومدتها من ساعه ما طلعت سنه 1850 ما بطلتش ابدا، بالعكس بتتطور وبتتغير كل يوم عن التاني. بس تفتكروا خامة الجينز دي اكتشفوها ازاي؟ وايه حكاية الجينز ده بقى؟ واخترعوه ازاي اصلا؟ تعالوا نشوف الناس قالت ايه. بنطلون الجينز اخترعوه عشان خاطر تكون موضه ويعني حاجه جديده كده عن الكلاسيك. اخترعوه عشان نلبسه. بنطلون الجينز اصل اختراعه اصلا كان بيتعمل منه قلع المراكب عشان يتلبس. الجينز اخترعوه عشان الجيل غير الجيل بتاعنا. اللي اخترعه مثلا الناس اللي اخترعته. بيتهيألي عشان هو اسهل في لبسه واسهل في ان الواحد بيمشي بيه وبرده يعني ونظافته اسهل. بيستحمل الشغل وبيستحمل اي حاجه على ما اعتقد يعني عشان يتلبس. البحاره اللي كانوا بيطلعوا المراكب دول وبتاع عملوا حاجه تحميهم من البحر ومن البرد ومن كده. ده معلوماتي يعني الجنس بالذات يعني. افتكر معمول لا بصراحه مش متخصصه في الخامات قوي يعني، بس هي خامه اسمها خامه جينز تقريبا. معمول من قماش بطريقة مختلفة أو حاجة يعني بطريقة عشان تريح الجسم أو كده. نوع القماش بتاعه يعني؟ لا الحقيقة مش عارف. قماش زي الإقلاع بتاع والشماسي وبتاع، يعني قماش يستحمل الجو اللي هو يعيش فيه شهر وشهرين وثلاثة دول. قماش من جينز قماش. في ناس جابت شوية حكاية الجينز، بس الحكاية الأصلية بدأت لما اخترعوا ليفي شتراوس وهو كان بياع متجول ألماني الجنسية. كان بيصنع البنطلونات اللي بيلبسها عمال مناجم الذهب اللي هاجروا كانوا بالألاف لكاليفورنيا بعد اكتشاف كميات كبيرة جدا من الذهب هناك، وكان بيصنعها من الخيش. بعد فترة اكتشف نوع تاني من القماش كان قوي ومتين ويقدر يستحمل الأعمال الشاقة، وكان بيستخدم كقماش لأشرعة المراكب اللي هو الجينز، فخده واستخدمه كملابس لعمال المناجم وكمان البحارة. طب اسم جينز ده بقى جه منين؟ القماش ده كان منتشر جدا بين البحارة الإيطاليين في مدينة جنوة في إيطاليا، ومن هنا اتحرف اسم جنوة لجينز. بعد كده بقى ليفي سعى انه يحصل على براءة اختراع لخامة الجينز دي، وخصوصا بعد ما ضاف ليها المسامير النحاس، ومن هنا انطلقت اول واشهر شركة للبنطلون الجينز واجتاحت العالم، وكانت بتحمل اسم صاحب الاختراع ليفي. والحقيقة ان اول تصميم للبنطلون الجينز كان اللي رجليه واسعة اللي هو اسمه حاليا البنطلون الشارلستون. بالمناسبة شارلستون اتسمى بالاسم ده نسبة لمدينة شارلستون الأمريكية الموجودة في ولاية كارولينا الجنوبية. المدينة دي في عشرينيات القرن الماضي كانت مشهورة جدا بالفن والموضة، وكان أكتر ستايل للبنطلونات الجينز بيتلبس فيها هو الشارلستون واللي اتسمى على اسمها. وادي جاكيتك الجديدة هاي، وادي جاكيت حاضر، وعلى فكرة دي فيها صورتي وأنا صغير. ها حلال عليك تتربى في عز. والمنطلون كمان؟ لا المنطلون بقى لا المنطلون نرجع بقى لأول موضة للجينز اللي كان الشارلستون، وعنده جيب واحد بس خلفي وأزرار للحمالات ومسمار نحاس في الوسط وحزام عريض. بعد كده اتطورت بقى الموديلات وبدأت تظهر موضة الجيبين بدل الجيب الواحد، والكلام ده كانت سنة 1901. بداية انتشاره بين الشباب الحقيقة كان في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينات مع دخول السينما والأفلام، واللي كان بيظهر فيها رعاة البقر وهم لابسين البنطلونات الجينز دي، وكان مقتصر الحقيقة وقتها على الرجالة بس. الستات بقى دخلت على الخط في موضة لبس البنطلونات عموما في عشرينيات القرن الماضي، أما الجينز تحديدا فكان في أواخر الستينات كده. طريقة دخول الستات لعالم البنطلونات ليه حكاية طريفة هو كمان.
في سنة 1919 واحدة اسمها لويزا كابيتيلو اتحدت تقاليد مجتمعها ولبست البنطلونات في الأماكن العامة وبقت أول سيدة بتلبس بنطلون في العالم. والحقيقة إنها تعاقبت على الفعل ده واتسجنت لأن ده كان بيعتبر جريمة وقتها وخروج عن العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية. لكن القاضي بعد فترة أسقط عنها الاتهامات اللي كانت موجهة ليها. الحقيقة خلال الحرب العالمية الثانية بدأت الستات تنزل الشغل في المصانع لخدمة بلادهم في الحرب ولبسوا البنطلونات الخاصة بجوازاتهم وهم رايحين الشغل، لحد ما انتشرت الفكرة وما بقوش بس بيلبسوها وهم في الشغل، لأ ده كمان بقوا بيلبسوها في الأماكن العامة وخروجاتهم العادية. في الستينيات بقى اتقدم البنطلون الجينز للستات ودخل عصر الموضة النسائية. كانت سنة 1969 لبسته نائبة في الكونغرس الأمريكي وبقت أول ست تلبس البنطلون الجينز في الكونغرس. بعد كده لبسته بات نيكسون زوجة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وبقت أول سيدة أولى أمريكية تلبس البنطلون الجينز في الأماكن العامة. وبقى البنطلون الجينز ترند خلاص في كل العالم بالأشكال والأحجام والألوان المختلفة وحقق مبيعات رهيبة بتصل لمليارات الدولارات سنويا. بما أننا بنتكلم عن البنطلون الجينز بقى، فكتير مننا بيسأل هو إيه فايدة الجيب الصغير اللي دايما بنلاقيه فوق الجيب الكبير في البنطلون؟ إحنا دايما مش بنستخدمه وبنعرفش أصلا نستخدمه في إيه؟ احنا قلنا انه الجينز كان بيلبسه رعاة البقر اللي دايما كان بيبقى معاهم ساعة صغيرة في ايدهم، فالجيب الصغير ده اتعمل علشان يحطوا ساعتهم دي فيه. دي كانت كل معلوماتنا عن الجينز، يا رب تكون معلوماتنا عجبتكم. استنونا في حلقة جديدة ومعلومة جديدة واصله ايه مع فينسيلين.